من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده وصلواته التامات وتحياته المباركات على أشرف خلقه وأفضل أنبيائه ورسله وعلى آله وصحبه وعلى علمائنا العاملين في الأولين والآخرين وشهدائنا الأبرار ومجاهدينا الصادقين إلى يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأدعو الله عز وجل أن يجعلكم من عباده المفلحين. الحديث عن جمعية العلماء فيه العقل وفيه العاطفة، فأما العقل فلا يتسع العشر دقائق ولا ربع ساعة ولا هذه الندوة كلها للتعبير عن الإنتاج العظيم الجليل الذي أنتجه هؤلاء الناس على خوف من فرعون وملائه. فرعون الزمان تاعنا هو فرنسا، ولكن هذا المؤرخ الإنجليزي أرنولد توينبي بنى نظريته في فلسفة التاريخ، يقول مبنية على أمرين، حاجة يسميه التحدي وما يقابله وهو الاستجابة. يقول إذا كانت الاستجابة أكبر من التحدي وقع الحضارة والتطور والازدهار، إذا كانت الاستجابة مساوية لهذا التحدي وقع كيف يسميه هذاك، يعني الإنسان الستاتيك والحالة لا تقدم ولا ازدهار، وإذا وقع كانت الاستجابة أقل كانت الفناء، كان الدمار، كان الاندثار. الشعب الجزائري قاوم هذا التحدي الذي ابتلي به في 1830، وبالحقيقة لازم نعرفوا نرسخوا في أذهاننا، فرنسا ما اهتمتش بالجزائر من 1830. قلنا في مجلة لاروفي أفريكان، تفكير فرنسا بدأ في دخول الجزائر في احتلالها سنة 1572، 1572، ولكن هما يعني لازم نعترفوا الأعداء نتاعنا عندهم إرادة حتى هما، والحمد لله اللي جعلنا ند لهم وأكثر. ويكفي دليل الكذب الكبيرة على أن هذا المجيء الطاعون إلى هذه البلاد كان بسبب هذا المروحة تاع الداي، الكذب الكبير أن هذا القنصل المضروب نفسه كتب تقريرا في 1817 قبل ضرب المروحة بعدة سنوات، يدعو بلده إلى احتلال الجزائر. وهذا الكلام ماشي كلام هكا عادي، تقريره موجود في الأرشيفات الفرنسية وموجود ضمن كتاب نشر وهو المخططات الفرنسية لاحتلال الجزائر قبل 1830، وذكر عاصي مولود قاسم الله يرحمه في كتاب شخصية الجزائر والدولية وهيبتها العالمية قبل 1830. إذن كما يقول شعبنا، احنا مذبوحين للعيد ولا العاشورة، كنا مستهدفين. ولهذا باش نعرفوا عندما يقول ربي عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم، لهم لكل من ليس على ملتكم، إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. ولكن قرأت في هذه المدة الأخيرة أن عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا،
فقال الذي قال العالم قال هجر لغوي، هجر عقيدة، هجر تشريع، هجر هجر هجر، وذكر هجرا لأول مرة أقرأه ما نعرفش إذا سماه الهجر التدبري، نقرأ القرآن ولا نتدبره، وربي يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالله عز وجل قال لا يزالون يقاتلونكم، وباش هذا هو التحدي، الاستجابة نتاعكم أعدوا لهم ما استطعتم. وهذا الإمام العظيم هذا اللي قاعد فوق هذه المنصة ولعلع يقول إن دعا يدعو لا تنسخ مادة عدا يعدو من العدوان، وإنما ينسخها أعد يعد، واستعد يستعد، فأعد واستعد. لكننا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض والعياذ بالله. جعلنا القرآن عظينا كما قال ربي. الشاهد الجزائريون واجهوا هذا الاحتلال، ولكن واجهوه بشيء من الفوضى. الأمير عبد القادر اللي هي في معسكر، وأحمد باي في قسنطينة، والشيخ المقراني في جهة، وبوعمامة في جهة، والشيخ خاموخ في جهة، وفاطمة سومر في جهة. لم نكن على قلب رجل واحد. 17 سنة الأمير عبد القادر، 17 سنة ولا 18 أحمد باي، ما درنا والو لفرنسا. لما جمعنا جمعية العلماء اللي قال عليها سي علماء الله، جمعنا كلمتنا وحققنا ما قاله ابن باديس في سبتمبر 37، أقول ما قاله معني ما كتبه في الشهاب 1937، يدعو الجزائريين، لأنه جمعية ما يدعوش إلى فئة واحدة، كونوا جمعية متحدة لا تكون المفاهمة إلا معها. هذا نص كلمته، كونوا جبهة متحدة لا تكون المفاهمة إلا معها. مع الأسف لقد أسمعت لو نادي تحيا ولكن لا حياة لمن تنادي، كل حزب بما لديهم فرحون، أنا فولي طياب، أنا كذا، أنا كذا إلى آخره. لكن بعد أن تقذفتنا الأمواج من كل جانب، جاء رجل يجب أن نعترف، هؤلاء الذين حققوا هذه الجمعية، ولكن عندما حققوها لم يكن فيها الإجماع، فالذي أنجز هذا الإجماع هو الشهادة للتاريخ فيما أرى عبان رمضان رحمه الله، عندما خرج في 55 من السجن والتقى قال لهم انتم اللي اعلنتوا اول نوفمبر، انتم غير فرقه في الجزائريين، وين راهم فلان وفلان وفلان وفلان؟ ما كانش. اذا راكم ما خرجتوش من، لم تحققوا ما قلت بن باديس، جبهه متحده. فانضم رسميا، اما فرادى كاين الناس سبقوا بالك حتى الذين اعلنوا الثوره. إذن جمعية العلماء رائدة، ما نهضرش على الجوانب هذيك تاع التربية والدين والوعظ وكذا والإصلاح وكذا، هذه ما لم ينافسها منافسون. الذي يكثر الضجيج حوله، الذي يتقول فيه على جمعية العلماء من الجاهلين، من الجاهلين من الذين يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. خطر الجمعية غبرت في وجوه كثير من الفاهمين. هذا الكلام اللي كنا نسمعوا فيه للإمام بن باديس، ولا اللي 36 اللي يقول فيه البشير الإبراهيمي إن الحقوق التي أخذت اغتصابا لا تسترجع إلا غلابا. الله غالب النيفو بالك ما يسمحش بعض الناس باش يفهموا الكلام هذا، ولكن هذه الحقيقة. الشعب الجزائري الآن إن شاء الله تبين له الرشد من الغي،
ظهر له كما قال الشيخ البشير أن هذه الأحزاب كالميزاب تجمع الماء هدرا كدارا وتوزعه هدرا. إذن فالجمعية الآن يتوجه إليها الشعب الجزائري، ونحن إن شاء الله نجوس خلال بلدنا العظيم الجميل الكبير ونعرف مشاعر الجزائريين نحو هذه الجمعية. فأحق جمعية ينتسب إليها وتساند وتنصر وتمد بكل عون، وقد رأت الناس، رأى الناس ما قدمه الشعب الجزائري للجمعية في مؤسساتها في أيام الاستعمار. وللآن الجمعية مستعدة تحاسب على كل دينار يدخلها، كل دينار يدخل يسجل، واللي أراد أن يتأكد من أن تبرعات مساندات لم تذهب في الحفلات وفي ذاك فليتفضل شيخ الزقراو هنايا يطلعوه على الناقير فإذا لخير جمعية أسست على التقوى أحق أن ينتسب إليها وأن تدعم وأن تناصر. وأن غدوة إن شاء الله تقرأوا كلمة إذا كتب ربي في الشروق: الجمعية المغضوب عليها وليست الضالة. مغضوب عليها محلات الجمعية راهي مدينها لها، ولكن إن شاء الله لسنا ضالين لا في دين ولا في دنيا. فإذا مادام ما حبوش يمكنوا هذه الجمعية من مقر محترم، وما خدمناش في الشيخ بن باديس المكتب اللي كان فيه في جريدة الشهاب، هذا المكان هذا راه قصر بالنسبة ليه، سماه مالك بن نبي شارع الفكري، ما كانش حاكمتنا عالم الأشياء كما يقول بن نبي، ما حكمناه، لم يقعدنا عالم الأشياء عن إنتاج أفكار، ماشي غير أفكار، خوالد الأفكار. وحنا نتبع ما يكتب عن الجمعية وعن تراثها، ونعلم أي رجال كانوا في هذه الجمعية، وإن شاء الله برك نكونوا أهل لهذا الميراث العظيم إن شاء الله كلنا بالنصيحة، لأن هذا هو ديننا، دين النصيحة، نحقق ما بقي من آمال لهؤلاء الأمجاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.